اللقاء اللي درنا اليوم في الرباط وهو لقاء تواصلي مع الصحافة المغربية وكذلك الأفارقة، والهدف منه هو باش نبين لهم اشنا هو المشاريع اللي كتحققها المبادرة الوطن التنمية البشرية بزاف نتاع المناطق في المغرب، وكذلك باش هاد الصحفيين المهم الأفارقة الصحفيين المغاربة تيعرفوا الاندياش، ولكن الصحافة الأفريقية باش تشوف هاد المشاريع باش يمكن لها نتكلم بها على الناس اللي غادي يكونوا حاضرين معنا الأفارقة إن شاء الله نهار 18 و19 ماي اللي هو غادي يكون الذكرى نتاع 12 عام نتاع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي غادي يكون في مدينة فاس، واللي غادي يكون فيه إن شاء الله بزاف نتاع الدول الأفارقة، والهدف وهو تبادل الخبرة تبادل التجربة وكيفاش كيف سيدنا الله ينصروا أعطاء الانطلاقة ديال العمل جنوب جنوب، كيفاش كذلك في إطار المبادرة يمكننا نزيدوا حتى حنا في هذا الطريق وننميوا العلاقة نتاعتنا ما بين الدول من خلال التنمية البشرية.